تهدمت والله أركان تهدمت والله أركان وانفصمت العروة الوثقة قتل علي المرتضى قتل أشقى المرتضى قتل أشقى الأشقى قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه بلا 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 قضى نفس النبي المرتضى يا وأدرج الليلة في أثوايا يا به مضى على اهتضامه بغصته إن غص بها الدهر مدى أحقى يا به عاش غريبا بينها وقد قضى يا بسيف أشقى على اغترايا يا بهيك لقد أرى ليلة القدر دما دماء أنصب ابن بن صبابه فاصفر وجه الدين لاصفراره وخضب الإيمان لاختضابه يا ويلي إلى نزلة الكوفة يا علي أشراه علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدي قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين فالك عسفا للسلامة يا ضي العين وقال الحسن يا اختي السلامة للأبو منين ما تنظرين السيف شق غرة جبي أنا ما ظنتي من طبرته حامل حميقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسمو ومقزر ابونا حالته يوم بعض يوم لو نتغير وانخطف ما تنظري إلا صاحت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم أبو الحسنين ويتمم صيام ونعيد بزينين
ولا نعيد يتامى. قال يا ثكل العيد لا تتذكر ويا اختي يا زينب جان عيد تعيد الشام. جان الخبر وصل يصير ابرك الايام. واحنا بعد ليله ويوم نصبح حيته عند الفجر كهف الارامل تفقدك. صاحت عسى بعيد البلا يا قرة العين بالموت لا تفاول على عز المسل. اسم الله على كهف الأرامل والمساكين لا قال غلا يا حسن نفقد ولي. بطل عيون المرتضى والدمع يجري وقال يا زينب بالنجف محفور قبر. صاحت أجل يا أبوي بعدك كيف صبري يا ابو جيف ارجع بليك المدك. ويا ابو جيف ارجع بليك. اين الصارخون وعلياك ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. لقد أكد القرآن الكريم أيها الأحبة في موارد متعددة على أن الإسلام هو دين المحبة والمودة وأنه ينبذ التطرف والإرهاب وثقافة سفك الدم والطبقية وإلى ما غيرها من الصفات التي كانت متجذرة في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. قبل مجيء النبي الكريم صلى الله عليه وآله كانت الصفات الدونية من قتل ومن إرهاب وثقافة سفك الدم هي الرائدة والمنتشرة في وسط ذلك المجتمع الذي يعيش حياة الغاب. لكن بعدما جاء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله استطاع أن ينظم ذلك المجتمع الحقوق وأن يرجع الهيبة إلى الإسلام ويعيش الدين الاستقامة والمحبة. فلغة المحبة والمودة هي من أبرز اللغات التي ماذا؟ التي أكد عليها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. ولكن بعدما أن خرج النبي صلى الله عليه وآله من هذه الحياة
نجد بأن الأمة رجعت إلى غيها. ترى مسألة اغتصاب الخلافة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه هي المسألة لا نتصورها تصورا عاديا، ترى من أخطر المحطات والويلات التي نزلت على هذه الأمة هي من غصب الخلافة لعلي بن أبي طالب. الإرهاب الحقيقي، الإرهاب الذي أشاعه هؤلاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من ثقافة العنف وسفك الدم، كلها بدأت من غصب خلافة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنت لو تسأل هذا السؤال، ما هي العقبات أو إن صح التعبير ما هي آثار غصب الخلافة لعلي بن أبي طالب؟ أول أثر لغصب الخلافة هو انفتاح باب التطرف والإرهاب، العصبية أو التعصب والقومية وسفك الدم إلى يومنا. ترى الأمة تعاني، ترى من غصب علي بن أبي طالب الخلافة ويلات الأمة وصلت إلى هذه الدرجة في هذا اليوم. الأمة أصبحت تتقاتل ويسفك المسلم دم أخاه المسلم، كله من وين؟ ترى كلها من ذلك الباب الذي نعم غصب فيه علي بن أبي طالب للخلافة وزوي عن الحق. ولذلك أحد الكتاب، هذا الكاتب الصهيوني محلل، يقول أنا قرأت التاريخ منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، يقول فعلمت أن المذهب الحقيقي الذي يمثل روح الإسلام هو مذهب التشيع. ليش؟ قال كل من يرتبط بفكر علي بن أبي طالب وبأخلاق علي بن أبي طالب هذا هو الذي يمثل المذهب الحقيقي. لماذا؟ قال لأني قرأت التاريخ منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ما شفت إلى يومنا هذا، ما شفت واحد يرتبط بفكر علي وبأخلاق علي سلام الله عليه أنه عزل رأس نعم إنسان عن جسده، أو أنه جاء وفجر نفسه وقتل الأبرياء النساء والأطفال والشيوخ. يقول هذه الثقافة ما وجدتها إلا في أسلاف معاوية ومن سار على نهج معاوية، ثقافة الإرهاب وثقافة سفك الدم. ولذلك انظروا أيها الأحبة، من قرأ فكر علي سلام الله عليه ومنهج أمير المؤمنين سيجد على الرغم من هذه الفترة القصيرة التي حكم فيها أمير المؤمنين الاضطرابات والحروب والقتال وما واجهه أمير المؤمنين من هذه الأمة، مع ذلك كان شعار أمير المؤمنين وتطبيق من أجل القرآن ثقافة السلم. ولذلك أنت لما يقول النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي، شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن علي بن أبي طالب يطبق منهج القرآن، قيم ومبادئ. وإلا لو رأينا مناحي حياة علي سلام الله عليه في كل زاوية، ولذلك خلنا نضرب بعض الأمثلة من حياة علي سلام الله عليه كيف كان يطبق منهج السلم رغم ما كان يواجهه من إرهاب من هؤلاء الذين ما كانوا يملكون من الإسلام إلا اسمه. مثال أول، حينما يأتي ويدخل الحروب، نتكلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، واقعة الجمل قبل أن تقع، زين يأتي أمير المؤمنين في الرواية ويصلي كما تعلمون في البصرة ركعات لله عز وجل ويرفع يده إلى السماء وهو يدعو الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة، ثم يوجه رسالة إلى من كان يقاتله في واقعة الجمل. تعرف كل الحروب كان يقف علي بن أبي طالب ويعطي مجالا سعة للحوار سعة للنقاش. لماذا؟ لأنه كان يعلم ربما أن العقل يرجع إلى محله، ربما القوم يتصرفون أو بمعنى آخر الحكمة ترجع والقلوب تهدأ. وما كان يقاتل إلا بعد الزوال. يسأل علي بن أبي طالب سلام الله عليه
يا أبا الحسن لماذا لا نراك تقاتل إلا بعد الزوال، يعني بالقرب ما بين الزوال والغروب؟ قال ليش؟ قال لي أنه أقرب إلى الليل، النفوس تهدى والعقول نعم ترجع ربما إلى صوابها. إلى هذا المستوى كان يبحث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن مخرج، يبحث عن منفذ كي لا تراق فيه الدماء وكي لا تزهق فيه الأرواح، بينما القوم كانوا يصرون على القتال. الفكر الإرهابي الجاهلي لا زال موجود عند هؤلاء في واقعة صفين، في واقعة الجمل، في بقية الوقائع. وما شهر سيفه في وجه الأعداء، ما بدأ بقتال وما رمى سهما، وكله كان يؤكد من خلاله على ثقافة السلم اللي كانت موجودة في فكر علي سلام الله عليه. المثال الثاني، الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب، ترى أكبر معارضة خرجت في وجه على وجه التاريخ كلها خرجت في وجه علي سلام الله عليه من الخوارج، كفروا علي بن أبي طالب، بعد وصلوا إلى اللعن، إلى الإرهاب، إلى القتل، إلى سفك الدم. مع ذلك أمير المؤمنين ما منعهم حق المعارضة، نعم أعطاهم حق المعارضة وحق الانتقاد وحق أن يقفوا في وجهه، بس بشرط أن يتحاوروا ويتناقشوا وفق منهج القرآن، وفق أخلاق القرآن. وإلا ما شفنا يوم من الأيام علي بن أبي طالب منع العطاء عن هؤلاء. ترى الخوارج هؤلاء مو فقط أنهم معارضة، لا، تكفير وإرهاب وقتل وسفك دم إلى آخره. مع ذلك أمير المؤمنين ما منع العطاء، كان يأتي ليلا يحمل الجراب على ظهره ويأتي إلى بيوتاتهم، صحيح أعداء وصحيح حاقدين على علي بن أبي طالب، لكن أمير المؤمنين يرى أن هذا حق لابد أن يقدمه إلى هؤلاء بغض النظر عن حقدهم وعن غيهم وعن ضلالهم. فكان يأتي ويقف على بيوتاتهم ويعطيهم العطاء. ما أدري هل وجد مثل علي في مر التاريخ؟ لا والله، هذه النسخة لا تتكرر، مثل ما يقول جرد قرداح هذا الكاتب المسيحي، يقول سئل لماذا لا تكتبوا في شخصية أخرى غير علي بن أبي طالب، يقول لأنني لم أجد بعد علي أحدا أكتب عنه. يقول الحسين هي شخصية متصلة برسول الله، بأمير المؤمنين، هو يمثل الرسالة، يمثل الإسلام، لكنها في كمالها يقول شخصية ليش ما كتبت، وكتب طبعا عن الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن يريد أن يقول ما ليس هناك رجل ارتقى إلى ما ارتقى إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. المثال الثالث، انظروا إلى ذلك الرجل الخارجي ابن ملجم الذي ضرب عليا على رأسه، هذا اللي في الواقع قد أغري من أجل أن يقتل علي بن أبي طالب، مع ذلك شلون تعامل ويا أمير المؤمنين لما جيء به مقيدا وقد أوثق من يديه، نظر إليهم وهو يقول الله الله في أسيركم، الله يا أبا الحسن، الله الله في أسيركم، فمن طيب الطعام فأطعموه ومن بارد الماء فاسقوه. علي وهو على فراشه يمثل لغة الحب والمودة والتسامح، ولولا أن القصاص موجود ما اقتص منه علي بن أبي طالب. ها، بني ضربة بضربة، شوف إلى المستوى، يريد يمثل القرآن، يريد يمثل روح الإسلام. ولذلك هذه الليالي نسأل من للأيتام يا أبا الحسن، أنت الذي كنت تأخذ الأيتام في حجرك، أنت الذي تمسح على رؤوسهم، أنت الذي تأتي إلى البيوتات وتطرق الباب وتجلس ويا الأيتام والمساكين والفقراء. نعم يا أبا الحسن، هذه الليلة من للأيتام، من للفقراء يا علي يا علي، الأيتام الفقراء
المساكين الدنيا كلها تنادي وعليا وإماما. أحسن الله لنا ولكم العزاء، شيعة موالين، أمير المؤمنين هذه الليلة على فراشه يفيق تارة ويغشى عليه أخرى، والكل ينادي وعليا، والكل ينادي وسيدا. نعم هذه الليلة أولاد علي بناته من حوله، وكل ساعة ينظرون إلى وجه علي وإلى عين علي، تارة يغشى عليه وتارة يفيق. احنا بعد اي الليلة ويا علي، انا ادري قلوبنا متوجهة ويا علي. نعم ويا علي، هو ابونا. يا علي انا وانت ابوا هذه الامة، انا ايتام من بعدك يا ابا الحسن. ليلة 21 رمضان رزايا خط سم الضربة القشرة سرا وتعذر دواخة ومصايب الإدم ركن الدين. ليلة 21 حين الجمع أولاده وخذ يحضن حسن وحسين اجا الزينب وام كلثوم وحفنا شمال يمين وكل وحده تحب راسه بلوعه وتخفي بجاخه. يا ويلي يا ويلي صدوا عاين الزينب يا زينب يا هذه ليلة الزينب مصايب زينب صدوا عاين الزينب ولن أتسيل دمعتها تخفي النحب وام كلثوم مخنوقة بعبرتها ومديدة إلى الحورة يضمها وبدت نحبتها التفت يمها يسليها وقل شلون سلاخة. يا ويلي يا ويلي اقلها يا ابنة الزغرة بنوحك لا تشعبي خفي البواكي يا زينب اقلها يا ابنة الزغرة بنوحك لا تشعبيني جدك نزل ويل املاك يا الحورة يتلقوني الله يساعدك بويا بعد ساعة وتفقدوني. صاحت زينب بحسرة والراحة تصفجها زينب رمت بنفسها على صدر علي. الله هذه ليلة زينب راح تودع العز تودع هذا الأب اللي كان يخشى على ظلاله على ظل زينب تبكي زينب على صدر علي. بعد شوية أي جعزانك أي الليلة ما قدر علي يسمع ون زينب ولا يسمح هذا البكاء شنو خاطب يا الأصبري لا تزيدين العذاب يا الأصبري ما قدر أحكي من صوابي قال أسكتي انت طويت صفحة كتاب من إلينا
بعدك يشفق علينا من إلينا لاجت الأيتام إلينا من إلينا يمسح بجفة علينا رحم الله من نادى وعليا أحسن الله لنا ولكم العزاء في مثل هذه الليلة أولاد أمير المؤمنين من حوله وهم يبكون وينتحبون هذا وأمير المؤمنين ينظر في أولاده يوصيهم بوصايا التفت إلى الحسن والحسين وهو يقول أوصيكما وجميع ولدي بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما وأن لا تأسفا على شيء زوي عنكما وقولا للحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم قال الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم الله الله في الأيتام يا علي يا علي هذا أبو الأيتام ها يا الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواهم ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أعال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة ثم قال الله الله في القرآن فلا يسبقكم بالعمل به غيركم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار ثم قال الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ثم دمعت عينا أمير المؤمنين نظرت إلي زينب قالت أبا لقد حدثتني أم أيمن بحديث ما يجري علينا في كربلاء أبا يا علي يا علي يا علي أريد أن أسمع هذا الحديث من قال بني زينب إن الحديث كما حدثتك به أم أيمن لكن بني أنا عندي زيادة على هذا الحديث ما عندك يا علي قال بني كأني بك وبأخواتك سبايا على أقتاب المطايا على هذه الأرض عن الكوفة أذلا تخافون أن يتخطفكم الناس وإذا بزينب لطمت على رأسها ونادت وعليا أحسن الله لنا ولكم العزاء يقول أولاد أمير المؤمنين نظرنا إلى قدمي وإذا بهما قد احمرتا من شدة السم يعني السم وصل إلى ذروته إلى جسد أمير المؤمنين نعم فعظم ذلك علينا عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى نظرنا إلى شفته وإذا بهما تلأجان بذكر الله ونظرنا إلى جبينه وإذا به يتصبب عرقا نظر إليه محمد بن الحنفية قال أبا ما لي أراك وجبينك يتصبب عرقا قال بني محمد اعلم أن المؤمن إذا نزل به الموت
سكن أنينه وعرقا جبينه، وإذا بالصيحة ارتفعت والكل ينادي وعليا. ثم أن أمير المؤمنين التفت إلى أولاده أخذ ينادي عليهم كل واحد باسمه يتودع منهم ويقول: الله خليفتي عليكم. نظر إليه الإمام الحسن قال: أباه، ما الذي دعاك لمثل هذا؟ قال: بني حسن، لقد رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله قبل هذه الكائنة بليلة وهو يقول: يا علي يا علي، إنك صائر إلينا بعد 3 ليال. وقد انقضت 3 ليال بينما وكذلك، وإذا به قد أغشي على أمير المؤمنين. أحسن الله لنا ولكم العزاء. ارتفعت الصيحة من داخل الدار والكل ينادي وعليا. أفاق أمير المؤمنين من غشوته وإذا به يقول: هذا حبيبي رسول الله، هذا أخي جعفر، هذا عمي الحمزة، وكل يقول: يا علي عجل إلينا فإنا إليك مشتاقون. وإذا بأمير المؤمنين أدار طرفه في أولاده ويقول: الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. بينما أمير المؤمنين كذلك، وإذا به قد عرق جبينه وسكن أنينه ولا زال لسانه لأجا بذكر الله، وعند احتضار الموت أسبل يديه ومد رجليه، أغمض عينيه، أطبق فاه، وفاضت روحه الطائرة. رحم الله من نادى وعليا، رحم الله من نادى وسيدا. ارتفعت الصيحة من داخل الدار والكل يلطم على رأسه والكل ينادي وعليا. جاء الحسن على يمينه، الحسين على شماله، أما زينب رمت بنفسها على صدر أبيها وهي تنادي: أبا، من للأيتام بعدك يا علي؟ جاءوا بذلك البطل، مددوه على المغتسل. زينب وين واقفة؟ زينب على الباب، وإذا بها تنظر إلى علي والدماء تنزف من طبرته على المغتسل. يسعد الله قلبك يا زينب. شافت أبوها بالدموع انفجرت العين، صاحت: عسى بعيد الفلم سجى يا أبو حسن، يا حسن شيل عمامته وهالجرح شدوا بهداي فوق المغتسل يا حسين مد، هذا القطن للجرح يا أخوي خلوا، وبهداي قلب جسم أبوي على المغتسل.
ليفيض دم على الوجه يا ابن الشوفية، خافي يا خويا يخضب الشيب البخ، لا ترخصون ان كان قلب النبي دي، واغسل جروح راسه يا خويا بمدمع العف، كف منيع وحصن عالي وحيف ما دار، مضلل علينا وانعدم من جار لي، ضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتام، مثل يا خويا ينلقى في العالم منه، مات مات الوصي مات 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 ايه صوتك مات 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 يا الشايل نعش الوالي ريض لي وارحم حالي، يا الشايل نعش الوالي ريض لي وارحم حالي، مات مات الوصي مات سيف الرجس مسموم صوب هامة، ضجت لجل حيدر علي أيتامة، والعدو رفرف بالفرح أعلامة، والعدو رفرف بالفرح أعلام، بالكوفة الآلام والفرحة بالشام، بالكوفة الآلام والفرحة بالشام، وش يتحمل دلالي ريض لي وارحم حالي، وش يتحمل دلالي ريض لي وارحم حالي، مات مات الوصي فتح عيونه لكن ما يتكلم، نحلام جسمه من الضربة يتألم، كل من إجاله قبل يده وسلم، كل من إجاله قبل يده وسلم، يا خيمة ليتام بغيابك ننظام، يا خيمة ليتام بغيابك ننظام، انت الاول والتالي ريض لي وارحم حالي، انت الاول ريض لي، مات مات الوصي مات مات خويا ابو محمد لا تتوسع قبره، بهداي نزله لا تنزف الطبره، ما اريد دم تشوفه ام الزهره، ما اريد دم تشوفه ام الزهره، ما تمم الصيام من جاه الصمصام، ما تمم الصيام من جاه الصمصام، بالتراب غاب غلالي ريض لي وارحم حالي، بالتراب غاب غلالي ريض لي وارحم، مات مات الوصي مات يا ليت يومي قابل يومك يا لا شوف يبكي دم عليك المحراب، والراح ما يرجع شي رجع الغياب، والراح ما يرجع شي رجع الغياب، يا مبدد لغام ويا روح الإسلام، يا مبدد لغام يا روح الإسلام، للموت انت ببالي ريض لي وارحم حالي، للموت انت ببالي لي وارحم حالي.
مات مات الوصي مات يا ليت يومي قابل يومك يا لا شوف يبكي دمع عليك المحراب والراح ما يرجع شي رجع الغياب والراح ما يرجع شي رجع الغياب ينبدد لهم يا روح الإسلام ينبدد لهم يا رب للموت انت ببالي ريض لي وارحم حالي للموت انت ببالي ريض لي وارحم مات مات الوصي مات مات يا ويلي اللي صاحت يا ابويا لدفن سيفك البتار البتار وياك ترى مشايدة في البيت يوحشني يوحشني بلياك ويا ياب يمتى تجي حي الله حي الله محياك وبعد الولي ما ريد هالدنيا الدن قتلتم الصلاه